ايه ميم كان اللقاء مع مع خواتاتك البنات و كيفاش كان اللقاء؟ كيفاش في بلاصتي كيفاش؟ في اللحظه اللي كانت زوجت عمي قالت لي هذا خواتك وهذي وهذه مرت باباك ما قدرتش نتقبلها نكذب عليك علاش؟ ما واش كنا عايشين؟ ما قدرتيش تقبلي؟ هذه انانيه شويه لا من لا والله ما انانيه اسمحي لي اسمحي لي <applause> هاي تضحكي يا والله كيفاش يعني. الام تاعك عندها الحق تعاود حياتها ويعني وتتزوج وـ والاب تاعك لما تزوج وعنده بنات ما قدرتيش تقبليها علاش ما قدرتيش تقبليها هو كي عاش حياته كان اناني بصح لا دلاله كيفاش هو كي عاش حياته عاش حياته باش يعيش حياته هو وحده آه. بس بصح ما مالغريتو وزوجت ما تخلتش على ولادها آه. على عكسه هو آه. فهمتيني انه زوج بنا حياه جديده كانه انسان ولد من جديد آه. عاود حياه جديده نساب لي اصلا عنده ولاد اخرين و... والحياه مستمره فهمتيني م -م. هاو ديفيرونس وين راه من بعد لقيه معاملته انا يعني اول شيء حاجه نقولها انا قبل اي شيء قبل ما ندخل الكلمه هذه انا والله العلي عظيم يعني ربي كتبها عليا ما كنتش نحب حياتي الحاجه اللي عشتها انا ما نتمناهاش لعدوي وما نتمناش لخواتي هذو انهم يعيشوها انا ماشي انا ماشي ما فرحت ما لهمش كي هكذا كرهم معاه ولا اه. بالعكس اه. بس جاتني في بالي علاش صارت لي زي ما كان علاش ممكن انا اختي ما عاشتش واش عشت انا مم. ممكن مراره الحياه انا بالك مع... تبدل بالك عرفت تبدل ما من علاقته مع مرته اه. مع اولاده وهما اه. معاه اه. ماشي كيف كيف كيفاش؟ هما نورمال يتعاملوا معها بعفويه عادي مثلا تهضر اي حاجه كان تهدرها بنته مم. مثلا صغيره عادي بصح انا لالا كنت لازمني كل ما نهضر كاني نشوف الاعراب ونشوف اللفظ ونشوف قبل ما نهضر ما نعرف واش نهضر معاه ماشي تاع تحسي بجديه كبيره باش تهضري معاه مم. لازم ما نغلطش لازم ما نديرش الحس لازم نديرش هذيك تقولي ايه بصح معاهم هما عادي انا شفتهم يديروا الحس ما كذبش عليك وليت نصرف كاني انا اللي مازالني معاه وراني صغيره نقولها لي أنا ما تهضريش هكذاك مثلا مع اختي ما تهضريش هكذاك وما يحبش ولا بعد الناس كي روحي كنت في عالم وجيت عالم واحد اخر